العام الحالي 2018. عبر الهاتف من الشارقة سيدة زكية سهيل المشرخ، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي والفعاليات. مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني بلمحة عن هذا اليوم الأول، أهم ما هو كان لافتا بالنسبة لك، خاصة إذا ما قارناه بدورات سابقة والتقدم الذي أحرزه. أهلا وسهلا فيكم، والله ونحن نفتخر أن نكون معاكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عندنا اليوم افتتاح الدورة طبعا في مسرح المجاز، وشاهد حضور ما شاء الله شخصيات رياضية من خارج الدولة وداخل الدولة بشكل كبير، ونحن سعدنا إن شاء الله يعني تواجدهم والفرق والدول اللي مشاركة، كلنا نفتخر فيهم في الإمارة الباكرة. أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا اليوم سيدة زكية، في مجال المقارنة مع دورات أخرى، كيف تختلف، ومن خلالها كيف يتم العمل دورة بعد دورة على التقدم بهذا الموضوع؟ نعم، الحمد لله الدورة هذه الحالية تشهد مثل ما قلتي تشهد مشاركة أكثر من 16 دولة من 68 فريق نادي مشارك. مع ذلك يعني مثلا في دول لأول مرة تشارك معنا، منها السعودية، منها جيبوتي، منها الصومال. فهالدورة الحمد لله ولله الحمد تعتبر هي الأكبر كما ونوعا مقارنة بالأعوام السابقة. أبرز الرياضات النسائية الموجودة كانت، يعني هذه نقطة مهمة جدا كفرق بأنه الدول التي نعم. لم تكن مشاركة في دورات سابقة، أبرز الرياضات النسائية. نعم طبعا الدورات السابقة كانت 8 ألعاب، حاليا عندنا 9 ألعاب، زادت الكاراتيه طبعا مع كرة السلة وألعاب القوة الفروسية اللي هو قفز الحواجز اليد، يعني كلها كانت موجودة، بس الكاراتيه ضافت، فها معناته إضافة لعبة جديدة معناها شيء جديد يعني هالسنة إن شاء الله. بالإضافة هالسنة نحن نشهد أنها دورة إلكترونية صديقة للبيئة، فهي كلها حتى النتائج المباريات الفوز المباريات اليومية كلها إلكترونية على الشاشات، ما في شيء مطبوع، فاستخدمناها شعار لهذه الدورة، دورة صديقة للبيئة. عم تضعفوا مدام زكية؟ نعم عم تضعفوا، وهي لازم نركض يمين يسار إن شاء الله مع الرياضات نضعف مع الصحة العامة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، شكرا سيدة زكية سهيل المشرخ، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي والفعاليات، كنت معنا من الشارقة.